ترى ايش التارجت اللي انا حاطته في راسي من خلال وجودي بالسوشيال ميديا؟ هل هو مجرد تجميع مؤثرين او تجميع اراء ناس او لايكات او مشاركات او فولورز، او اني ودي يكون تاثير حقيقي ملموس على ارض الواقع؟ في ناس اليوم كثير يدخلوا بيتكلموا في غير مجالهم من باب التنظير، من باب ادعاء المعرفه فقط لجمع اكبر كم من المتابعين. ولكن انا اخترت طريق يمكن شوي مختلف بالسوشيال ميديا، لانه ما فيني اقنع الناس بشيء انا مو مقتنعه فيه، وما احب انظر على الناس بشيء بعيد عن واقعي او عن حقيقتي. ولذلك فضلت اني انا اختار شيء من واقع حياتي. عمار، يعني اليوم انا لما اتكلم من باب تجربه، مش بالضروره على فكره نتيجه تجربتي تنطبق مع تجربتك او تجربه طارق او تجربه اي شخص ثاني. ممكن تكون النتيجه مختلفه، طريق واحد. لكن اتحدث عن تجربتك. ولكن تجربتي انا اقول الحمد لله رب العالمين. يمكن في كثير ناس راهنوا لما طلعت من صباح الخير يا عرب انه راح تبتعد عن الاضواء، راح تفشل، راح تختفي، كيف راح تقدر تواصل بعيدا عن الشاشه؟ ولكن الشاشة الصغيرة اللي هي شاشة الهاتف فيما بالموجود فيها من خلال منصات مختلفة، وكل منصة لها أمورها الخاصة فيها واللي تميزها عن غيرها، حاولت أني أختار أسلوب بسيط جداً في الطرح يكون واصل للناس، أسلوب طبيعي، أسلوب يعكس حياتي وتجاربي، لأني حابة أوصل تجاربي والزبده تبع تجاربي للناس عشان اختصر عليهم الطريق. بالطريقه اللي انا اتعامل فيها مع اولادي، بالطريقه اللي اتعامل فيها مع اخواني، باحساسي بالمسؤوليه اتجاههم، ترى هي ما تختلف ابدا باحساسي بالمسؤوليه اتجاه متابعيني، سواء اعرفهم او ما اعرفهم. المسؤوليه تبقى واحده، ولذلك احاول اني اوصل الخبرات تبع تجاربي لهم. فاخليهم يعيشوا معي حياتي، يعيشوا معي تجاربي، ويشوفوا بعدين النتيجه. ولذلك اليوم لما اشوف ناس على ارض الواقع، وهنا المقياس الحقيقي الواقع، لما اشوف ناس واقابلهم، والله انت اثرتي فيني، انت شجعتيني انه انا اكمل دراستي واشتغل، شجعتيني اني اكون مستقله ماديا، شجعتيني ان انا اكون قويه، اكون قد حالي، ابني البزنس حقي، اكون ناجحه.